السلام عليكم ومرحبا بكم. جيتكم في هذا الفيديو، هذا الفيديو البنات سهلت عليكم الفطور، جيتكم بواحد المسمن اللي كبير وزوين البنات، كله مرق وكله زوين البنات. هو مسمن معمر البنات، ها انتم كتشوفوا كله مرق. جيتكم هذا اللي بغيوش البنات زوينين هكايا من ورا الفطور ان شاء الله مع اتاي. تنقول لكم بالصحه والراحه، ما تنساوش لي بارطاجو لي لايك وحتى الفيديو الماجي ان شاء الله. كما قلت لكم دابا البنات ان شاء الله ندوزو للعجينه ديالي بغيوش. عندي هنايا البنات الحليب دافي، مع الحال شويه بارد غادي ندير واحد جوج معالق ديال الخميره. غادي نضيف واحد شويه ديال الفارين، وعندي هنايا معلقه ونص ديال السكر. وغادي نخلي هاد الخميره مع هاد الطحين حتى ان شاء الله الخميره تذوب لينا وتطلق راسها مزيان مزيان مع هاد الطحين. شتو البنات هاد الخميره هادي كيفاش طلعات. عندي هنايا واحد 4 المعالق ديال الزيت العاديه. وعندي هنايا الملح الابيض ديال البيض، جوج بيضات الملح ديالهم، والصفرة البنات شي هو باش غادي ندهن البغيوش ديالي ان شاء الله. الخميره ديال الحلوه غادي ندير منها غير واحد راس معلقه، واحد شويه هكايا، ها باش كيجي هاد البغيوش ديالنا من فوق. هاد الشيء هو اللي غندير فيها. غادي ندير الطحين ديالي، انا دايره 4 ديال الكيسان، ولكن انا شنو غادي نبقى نخدمو بحال كنخدم كيكه وتنخوي الطحين. الا ناقصني الطحين غادي نزيد، والا ما الا هاد 4 الكيسان صافي صافي نحبس ما نزيدش، ما خصنيش ندفع الطحين في مره واحده. البغيوش ديالنا البنات ما غاديش نخليوه قاصح، ضروري تكون شويه ما بين وبين، يكون شويه كنحطوا عليه يدنا وتيبدا يتلصق. البغيوش باش كيجي صادق ما خصناش نقصحوه بزاف. غادي نخدم يدي البنات وغادي ندير الطحين ونجمعها ونخدمها مزيان مزيان وغادي نرجع معكم. دابا البنات هاد العجينه هادي شوفوها كيفاش دايره باش يجي البغيوش ديالنا ان شاء الله صادق. غادي ندير لها واحد شويه ديال الزيت هكايا من الفوق. هاد العجينه ملي كتكون صادقه راه مازال ما رديناهاش تخمر، وكنشوفوها هكايا راه ديجا بدات كطلع كتخمر. الا خدمناها مزيان مزيان غنغطيوها هكا ونخليوها. ودابا البنات هادي البغيوش ديالنا هما خمرو، جوج خبزات هكايا جوج كرصات. عرفتو العجينة تبارك الله كتحسو بها. اش غنقول لكم، وحق الله العجينة خدموها البنات، خدمو العجينة وغطيوها مزيان. المقادير يكونوا هما هادو، راه مازال ما قطعتيها مازال ما طابت، وكتحسي بها تبارك الله كتحسي بها راه صادقة. دابا البنات غادي نطلقها بالمدلك، نطلقها ان شاء الله بالمدلك وغادي نرجع معكم. دابا البنات طلقناها في هاد هكايا، ها
هادو غيوش راه ما غاديش نرقوهم وما غاديش نورقوهم، بغيناهم يبقاو لينا بغيوش هكا. باش غادي نجي دابا غادي نقطع هكايا، غادي نحيد هاد الطريف. دابا البلاط غادي نهزو هذا هكايا هكا، غادي نجيبو هاد الراس هنا هكا، وغادي نبقاو ندورو عليه. ونقربو هكا، ما نخليوش البغيوش ديالنا هكايا مداير من كيما تيقولو من الشر. نبقاو نجمعو شويه، نكرفو شويه يدينا ونمشيو هكايا. نفس هذا الربيس هذا غادي نحيدو، جاني شويه غليظ، وغادي ندوز هادي هكايا لتحت هكا. هكايا غنمشي غنزيد معاكم وحده اخرى هكا. هكايا هادي غادي نلويها هنا هكا، ونبقى غاديه. العجينه ديالي مع عمري ما غنخليها انا نخاف منها، هي خاصها تخاف مني انا اللي خاصني نكوموندي العجينه ديالي. علاش العجينه لقينا بشويه بشويه عندك تخسر، عندك هذه عندك هذه، راه هي كتغلبنا. كي شفتوا البنات سمحوا لي، هاد الكريمه هذه هي اللي مولفه كندير كاع لي فيديو ديالي راه فيهم في البسبوسه بزاف ديال لي بغيوش اللي مصايبهم عمرهم هاد الكريمه. الكريمه اللي معروفه اللي فيها جوج معالق د المايزينا، جوج معالق د السكر، فيها كره بيضه وحده، تنخدموها بالحليب، تنخدموها مزيان مزيان هكا فوق البوطه حتى كتولي لنا كريمه هكايا. ها وصافي، دابا المهم انا غادي نعمرها في هاد لابوشيط، ما خدمتهاش قدامكم كما قلت لكم، ولكن راه تبارك الله كاع لي فيديو راه فيهم. وغادي نبقى نعمر ان شاء الله في البغيوش ديالي. نزوق نكمل نعمرهم بهاد الكريمه هادي صافي، وندخلهم الفران. دابا غادي ندوزو ان شاء الله العجينه ديال المسمن. عندي هنايا الطحين البيضه البنات لا فارين بوحدها، ما معاها لا سميده لا حتى شي حاجه، الملحه على حسب الذوق. معلقه ديال السكر، جوج معالق البنات ما نفوتهمش ديال الزيت، والماء الماء تقدروا تعجنوا به غير بارد، ما تحتاجوش شي كاع دفيو، بغيتو ديروه شويه دافي ديروه ماشي مشكل، غير هو ما يكونش سخون الماء، يكون غير شويه دافي. كيما معوضاكم العجينه كنخدموها مزيان مزيان، من بعد كنلموها واحد البلاستيك باش ما باش هي كتزيد عاوتاني تزيد الدلك. العجينه ما بين وبين العجينه المسمن ما قاسحه ما جاريه. دابا البنات هاد العجينه المسمن هانتوما كي كتشوفوا فيها ها هي. دابا غادي نديروا لها واحد شويه ديال الزيت حتى هي من الفوق، ودائما نغطيو العجينه ديالنا ونخليوها ترتاح على الاقل نص ساعه، واخا ما فيها لا خميره لا حتى شي حاجه، هاد العجينه خاصها ترتاح مزيان مزيان وتطلق لينا. البنات دابا كما شفتوا ان شاء الله باش غادي نعمروا هذاك المسمن ديالنا. عندي هنايا واحد البصله ونص مشلضين، وعندي هنايا خيزو اللي حكيتو هذيك الجهه الغليظه شويه. عندي هنا الفلافل المخلطين راه طحنتهم حتى هما هكايا في شلطهم بالغوبو، فلفله حمراء وفلفله خضراء، هادشي هو اللي كاين. عندي هنايا القزبور قطعته شويه، داير مقطع شويه رقيق. وعندي هنايا الكفته البنات،
كما معوداكم واحد المعلقه مع مراش ديال الكمون، راس معلقه ديال الحار، ونخرقهم شويه على حسب اللون، ما نكثروش. صافي، الزيت عاديه، ملحه على حسب الذوق، ونبداو نحركو في هاد الخضره ديالنا. نحركو فيها قطره ديال الماء، ما نخليوهاش فيها، نخليوها حتى تشرب. ماشي ضروري البنات الخضره طيب 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 حتى تعلك، لا، غير دير لينا تقلى لينا شويه مزيان وتشرب ديك الميه ديالها. صافي، ونطفيو عليها. دابا البنات سمحوا لي، كيسحب لي شبرت على الكاميرا ما بردش. المهم العجينه ديالنا راها طلقات، واحد وحده غادي نقطعها هكا يا كبيره، غادي نمشي هكا، وحده البنات غادي نقطعها غير صغيره، غادي نقطعها غير هكايا. ها غادي نحاول ان شاء الله نخرج منهم واحد ثلاثه ديال المسمنات ان شاء الله. نخرج منهم ثلاثه ديال المسمنات وغادي نرجع معكم. دابا البنات كتشوفوا هاد، المهم هاد المعجون هذا ديال الفلفله البنات، ماشي الهريسه، معجون ديال الفلفله. غادي نزيدو حتى هو هاد لافارس ديالنا، قطره ديال الماء ما بقاتش فيها، باش ما كتخسرش لينا العجينه ديالنا وما كترخيهاش. وعندي هنايا الفرماج غادي نزيدو عليها، تقدو ديرو بناقص البنات، الا ما بغيتوش الفرماج ما ديروش، ماشي بالضروره ديرو فرماج. المهم غادي نحركو مزيان باش كل بلاصه فيها سميتو غيكون واصله الفرماج، واصله هذاك المعجون هذاك، ما نخليوهش هكا هي من داير. دابا البنات طلقنا هذه الخبزه، هذه المسمنه طلقناها كبيره البنات. انا كديرونجيني الكاميرا ما كنقدرش نطلق، على قال جايني هذا البلان طافاي ما جاينيش هو هذاك. كما كنقول لكم هذا البلان طافاي، بلان طافاي بروفيزوار، ما كيجينيش في الخدمه هو هذاك. المهم انا طلقتها، ها انتم كتشوفوا البلان طافاي كيبان منها، والمسمنه كبيره البنات، غير باش الا درتوها ان شاء الله تجيكم صادقه. هادشي علاش كنحاول نفهم لكم الطريقه. كنشد الزبده اللي حنا مذوبين ومحيدين منها، كيما معوداكم محيدين من هذاك الماء ومحيدين من هذاك الحليب اللي فيها، وكان نديروه على هذه ديالتنا. كنجيبو هنايا الطحين، هو سميده رقيقه، كنخلطو معاها واحد النص خميره ديال الحلوه، وتنبقاو نديرو المسمنه ديالنا هكايا فوق منها، بحال الا بغينا نديرو مسمن عادي. غادي نجي هنا كنطوي، انا كنطوي وكندير الزبده هكايا، نزيد عاوتاني نطوي، لاقاش مسمنه كبيره تبارك الله، الزبده ديالي ما نساهاش. وانا كنقاد طريف طريف، كندير الطحين ديالي وكنزيد نطوي. حتى كنطوي المسمنه ديالي كامله البنات. دابا رققنا هاد الرغيفه هادي، طلقناها مزيان عافاكم يا مرقو. الا كنتو بغيتو ديروها رقوها بتصدق لكم، كيعجبني ملي كنعطي شي حاجه ويجربها الواحد وتصدق له. هادوك الملويه ديالتنا اللي كنا درنا كنلويوها دائما باش كترطاب، كنجيو حتى لهنايا الوسط وكنبقاو تنطلقوها هكايا، ها تنحطوها فوق الاخرى، راه باينه. كنتمنى تكون الكاميرا شاده. كنجي هنايا وكنعمرها، الملويه ديالنا تبارك الله راها كبيره، غادي نعمروها مزيان باش ما تجيناش خاويه. هكايا ها، غادي نجي هنايا هنا من الفوق، ونبدا نقرص في المسمنه ديالي من الفوق، ما تنشدش انا العجينه من التحت، كنقرص غير من هنايا هكايا من الفوق، وتنبقى نقرصها حتى كنردها بحال الكميميسه هكايا هكا
هكا وتنبرك عليها مزيان مزيان باش نلصقها، باش هاد هاد المنويه ديالنا ما تحلش. هكا كنجيب الزبده هكايا، ها تسربت عليها هاد الطريف هكا، كرد الطرف الاخر وانا دائما يديا في الزبده هكا هكايا، ها وتندير لها هكا وانا كنجمعها من القناط من كل شيء شويه بشويه، ما كنخلي حتى شي حاجه كتشيط. كنشيل هذاك الفيل هكا ونجمعها. ملي كنبغي نكرسها البنات ضروري ما كنكرسها في البابي كويسو، باش كنهزها البابي كويسو ديالها لحقاش كاين اللي كيقدر يهز هاد الخبزات كبار، كاين اللي ما كيقدرش يهزهم، البابي كويسو راه ما غاديش يخسرهم. البوطه البنات راني ناقصها وملي كنزيدو نطرقها نطرقها حتى نطرقها على قد المقلاة، لحقاش راه تبارك الله مسمنة راها كبيرة خاصها تطرق باش متجيناش هي غليظة. صافي غادي نخلي لي غادي نخلي المسمنة ديالي كسيتيها رققتها داك القياس اللي خاصني نرققها، يديا كديرو في الزبدة. بغيتوها تجيكم محمرة بزاف بزاف غتشدو الزيت وديرو فيه وديرو فيه الطحينة إلا كنتو ديجا دايرين الحار عندكم ديرو هاديك الحارة ديرو غير الحلوة وخليوها حتى كتصفى وتبقاو دهنو بها راه كتجي محمرة. بغيتو هكايا ها هي تبارك الله مرقة وبالزبدة راه كتجي محمرة حسن، لا مدخلو فيها لا سودانية ولا حتى شي حاجة. المسمن ديالنا دايما ناقصين عليه البوطة البنات. البنات غادي نقلبها غنقلبها وكنحاول إلا كيحرقكم هاد الدهن، ملي غادي نبغي نقلبها غادي نحاول هكايا صافي ونخلي المسمنة ديالنا كطيب. القلبة الأولى هي اللي صعيبة، من بعد صافي اللي ما قدرتش تقلبها كبيتها تسيب واحدة سميتو بحال هكايا وتقلب